هل يجوز للإنسان أو هل يشرع للإنسان أن يدخل الماء داخل عينيه أثناء الوضوء؟ هذا من التكلف الذي لم يأمر الله به ولا رسوله، فلا يدخل الماء إلى داخل عينيه، لأن هذا من التكلف الذي لم نؤمر به من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا قد يضر بالعينين صحيا، فلا تعمل هذا العمل. جزاكم الله خيرا.